الخبراء يكونوا موجودين، سواء كان من لاعبي كرة القدم الكبار السابقين او ايضا من اساتذة الادارة الرياضية، عشان نقدر ان احنا نشوف احنا واقفين فين وايه المطلوب يا كابتن عمرو الفترة هي اللي دي جاية. انا شايف ان ده تفكير سليم. يعني هو انت انا شايف ان مش عيب ان انت تستفاد بخبرات الناس اللي موجوده، اكيد ولو هتاخد معلومه صغيره قد كده هتفيدك. ايد لوحدها ما تسقفش، ما انا قلت بالظبط كده. بالظبط. ودايما انا وجهه نظري برضو دايما اللي بره المشكله بيبقى اهدى شويه وبيبقى عنده حلول معاك افضل طبعا، شويه، انا لانه معاك بيبقى بعيد شويه عن الضغوط اللي انت اللي موجود فيها. على اكتاف المسؤولين اللي موجودين اللي بيدوروا صح. المنظومه. يعني طيب الخريطه بتتغير، انا قلتها شبهتها بمسرحيه، جبنا بطل وجبنا المساعد للبطل عشان يكمل المسرحيه، المساعد هو اللي انتزع الاهات وركن البطل على جنب وهو اللي كمل في الموضوع. الدنيا رايحه لفين؟ في ايه بالظبط؟ في الخريطه الافريقيه اللي احنا شايفينها. يعني انا شايف البطوله دي برضو كلها خارج التوقعات. يعني كل الفرق الكبيره انا شايف انها ما كملتش، باستثناء ممكن هنقول نيجيريا لو نيجيري وكوت ديفوار، كوت ديفوار ده كان مع ان خلاص. كوت ديفوار خلاص يعني قاب قوسين ادنى ان هو يطلع من البطوله، وكان هيطلع بشكل مهين يعني، فاهم قصدي؟ انما لو بتتكلم في كل الفرق اللي الناس كانت متوقعه انها تكمل او مش انها عارف. تلعب على البطوله او انها توصل حتى سيمي فاينال وفاينال، كل الفرق خرجت. فهي انا شايف ان زي ما حضرتك قلت الخريطه اتغيرت من ناحيه مش الكوره، انا شايفها من ناحيه الصفات الاراديه بتاعت الفرق. الفرق اللي هي اللي الناس كانت مش مرشحاها، الفرق اللي هي كانت الناس شايفاها فرق صغيره، لا انا شايف انها بتكافح وبتعافر بشكل كبير جدا في الملعب، وهو ده اللي فرق معاهم. الفرق اللي هي كانت معتمده على التاريخ ومعتمده على الكوره بس هي اللي خرجت من البطوله. فانا شايف ان البطوله دي بتاعت الفرق والمنتخبات اللي عندها صفات اراديه عاليه جدا، وده بيبان في الملعب مع فرق احنا كنا شايفينها صغيره او شايفينها مش مرشحه، بس انت شفت دلوقتي العكس تمام بطريقه كبيره جدا. يعني تمام زي ما قلت باستثناء نيجيريا كوت ديفوار، الفرق كلها اللي موجوده ما حدش كان حاططها في نسمعك. الحسبان يعني. صح، انا معاك. بالظبط. طيب كابتن شريف، انت حضرتك مرنت منتخب تشاد في فتره من الفترات وكان معاك الدكتور مجدي وكوك. الفرق ما بين فتره وجودك في تشاد مستوى القاره الافريقيه والفرق اللي موجود دلوقتي، كنت تتوقع ان ده يحصل في يوم من الايام؟ يعني انا كنت اتوقع بس اتاخر كمان، يعني ان الكلام ده كان هيحصل ومتوقع انه يحصل من بدري كمان، انما هو اتاخر شويه. ليه؟ لان لما في الفتره اللي انا كنت موجود فيها كل الدول اللي هي غير مصنفه ويجي تصنيفها رابع مش تالت حتى رابع، كله بدا يهتم وبدا يجنس لعيبه وبدا يهتم، لدرجه ان في دول وعلى راسها كانت السنغال وكوت ديفوار وغانا عملوا ايه؟ طلعوا قانون بالسماح للعيب مجرد بلوغ 17